بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، اليوم يا جماعة هنقدم لكم شرح دالة اتش لوك أب. دالة اتش لوك أب من الدوال المعروفة في إكسل اللي بتبحث عن الصفوف او في جداول الشغل الافقي، يعني بتبحث عن الرو، عن الصف في الوضع الافقي. داله اتش لوكاب يعني هي شبيهه لداله في لوكاب. داله في لوكاب بتتكلم بتشرح عن البحث في الاعمده، في اختصار كلمه فيرتيكال واتش اختصار كلمه هورزنتال. في الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن المقصود بداله اتش لوكاب، وفيما تستخدم دالة اتش لوكاب وبنية الدالة، وشرح مثال عملي، وهنتكلم عن ملاحظات مهمة عند استخدامك لدالة اتش لوكاب. شرح يا جماعة هيكون شرح سلس وبسيط وبدون تعقيدات. هنشرح في مثال عملي ازاي نستخدم البنية بتاع دالة اتش لوكاب، وبعد كده انت بقى تبدأ تطور في شغلك على الاكسل، سواء كان دالة في لوكاب او دالة اتش لوكاب استخدمها مع دوال اخرى. المهم يعني في كتير قوي ناس عاوزة تعرف الدالة دي بتستخدم في ايه. فاصل ونواصل ان شاء الله. ورجعنا تاني يا جماعه هنتكلم بقى عن الداله بالتفصيل. احنا قلنا اتش لوك اب هي اختصار اتش كلمه هوريزونتال، ماشي. لوك اب البحث عن في الصفوف الرو، الاعمال الصفوف الافقيه يا جماعه، بنبحث في الصف الافقي. اما الداله في لوك اب بتتكلم في اختصار كلمه فيرتيكال، بنعيد بس للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، ولوك اب بتبحث عن الكولوم، ماشي يا جماعه. هنا البنيه الاساسيه بتاع داله اتش لوك اب. هنا بيقول لي ايه؟ هنا اهو في المنطقه دي بيقول لي لوكاب فاليو، البحث عن القيمه التاليه، المكان اللي انت هتبحث فيه تطلب منه معيار البحث او طريقه البحث في خليه معينه. تيبل اري الجدول بتاعك هتحدده كله، هتحدده كله وتضغط على اف 4 عشان ايه؟ تبدا تثبته بحيث يبدا يشتغل معاك في كل الايه؟ المعادله، تشتغل معاك في كل الجدول بصفه كامله. رو اندكس كل نمبر رقم الصف، رقم الصف اللي انت هتبحث فيه. يعني مثلا انا عاوز ابحث عن رقم موبايل، ابحث عن نتيجه، ابحث عن اسم، ابحث عن رقم فاتوره، ابحث عن اي شيء معين في المكان اللي فيه البحث اللي انت هتشتغل عليه في المعادله اللي هو في الصف، تقول له صف رقم 1، رقم 2، رقم 3 وهكذا. الرينج لوكاب طريقه البحث مطابق او اقرب للنتيجة. المطابق يا جماعه نحط كلمه صفر عشان يطلع البحث بالظبط. يعني مثلا انا لو ببحث عن فاتوره معينه برقمها، يبقى ايه رقم فاتوره مثلا 356 هيطلع لي البيان بتاعها. ببحث عن اسم معين احمد، احمد لو انا كاتب الالف ح م د بدون همزه يبقى لازم يجي يبحث لي عن احمد بدون ايه همزه. لو انا ببحث عن احمد بهمزه يبقى بكتب ايه الف على همزه ح م د وهكذا، البحث المتطابق. اما لو حطيت واحد هتطلع لك اقرب نتيجه، مش هيبقى بحث ايه بالشغل اللي انت عاوزه بالظبط. خلاص، وبكده يا جماعه يكون الايه اتكلمنا عن البنيه بتاعه الداله. تعالوا بقى نبدا نشرح بالتفصيل ايه في جدول او في مثال عملي عشان توصلكوا المعلومه ان شاء الله. اتش لوك اب تعمل دالة اتش لوك اب لاختصار كلمة هوريزنتال لوك اب بالضبط كما تعمل دالة في لوك اب لاختصار كلمة فيرتيكال لوك اب، فيما عدا انها تقوم بالبحث عن القيم افقيا وليس عموديا. زي ما احنا قلنا ان في لوك اب بتبحث عن قيم عمودية
اما هوريزنتال لوكاب بتبحث عن قيم ايه؟ افقيه، اي تبحث عن قيمه محدده في صف محدد حسب اعمده ذلك الصف. اما الفي لوكاب بتبحث عن قيمه محدده في كولوم لو عمود محدد حسب اعمده ذلك الايه ايه اللي هو ايه العمود ده. البناء العام لصيغه الداله زي ما انتم شايفين اهوت، اتش لوكاب لوكاب فاليو ماشي، والتيبل اري والرو اندكس كولوم والرينج لوكاب. طب ايه هو اللوكاب فاليو؟ هي القيمه التي تريد البحث عنها، يعني انت عاوز تبحث عن ايه؟ عن الاسم عشان يطلع لك رقم التليفون، او عن رقم التليفون يطلع لك الاسم مثلا. يجب ان تكون هذه القيمه موجوده في الصف الاول لنطاق الخلايا الذي سنحدده في التيبل اري، وهذا بيعتبر مطلوب في الصيغه. طيب التيبل اري هو نطاق الخلايا الذي يحتوي على البيانات، الجدول اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اللي تبحث فيه الداله، وهذا المعطى مطلوب في الصيغه ايضا. الرو اندكس كولوم رقم الصف في نطاق الخلايا اللي هو الموجود في التيبل الاري، رقم اذا كان رقم واحد او اثنين او ثلاثه، الذي يحتوي على القيمة التي سيتم إرجاعها وجودها مطلوبة، يعني ممكن يكون رقم 4 5 6 وهكذا. الرينج لوكاب هذا المعطى هو عبارة عن قيمة منطقية لوجيكال تحدد فيما إذا كانت تريد من دالة اتش لوكاب البحث عن تطابق تام، يعني حاجة بالظبط. أما أقول رقم التليفون يبقى الاسم بتاعه كذا، طبعا مفيش اتنين هيجتمعوا على رقم تليفون واحد ماشي، او الاسم بالظبط يبقى قصاده رقم التليفون وكذا، او تطابق تقريبي بادخال قيمه رو مع قيمه لوكاب فاليو وجوده اختياري في الصيغه. يعني احنا بقولنا تطابق تام، ممكن نحط صفر او تقريبي نحط رقم واحد. عند استخدام القيمه المنطقيه ترو يجب ان يكون الصف الاول في نطاق الخلايا اللي هو التيبل اري جدول مرتب ترتيبا تصاعديا لكي يتم ارجاع قيمه صحيحيه. ماشي يا جماعه، دي داله اتش ايه لوكاب، يبقى ده الايه معلومه او الايه الصيغه بتاع داله اتش لوكاب. تعالوا هنشرح هنا على المثال الموجود قدامنا دلوقتي ازاي نستخدم داله اتش لوكاب في حاله التطابق التام وفي حاله التطابق التقريبي. احنا هنشتغل كل شغلنا هيبقى على الجدول ده، الجدول اللي هو التيبل المنطقه دي كده زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هنا عاوز ايه ابحث عن بالمبلغ يديني الايه الايه الكوميشن، يعني نسبه الايه البونص بتاعتي او العموله اللي ايه اللي كل مندوب او كل عميل بياخدها. يعني واحد مثلا مرتبه 3500 له كوميشن 9%، ده مرتبه مثلا 1700 له كوميشن 5%، ده مرتبه 2500 كوميشن 7%. ازاي احط المرتب يديني هو ايه الكوميشن بالظبط؟ ازاي انا احط له هنا المرتب يديني الكوميشن؟ انا باجي بعمل الجدول بتاعه اهوت ده بالوضع الافقي، ادي السيلز المرتب، ادي المرتب، وادي الكوميشن النسبه بتاعتي. خلاص انا باجي هنا بقول الاسامي بتاعت العملاء بتوعي او المناديب اللي شغالين عندي اهوت، انا عاوز اقول له مجرد ما احط له المرتب يديني هنا كوميشن، يطلع لي البيان من الجدول ده، يطلع لي البيان من الجدول ده. بقف هنا في الخلايا دي وبكتب المعادله بتاعتي اتش لوكاب كده اهي، المعادله اهيت عباره عن اهو لوك لوكاب فاليو اللي هو سي 9. سي 9 فين؟ انا دلوقتي شغال في الخليه ايه؟ في الخليه دي، الخليه دي انا ببحث عن، بمجرد ما ادخل بيانات في السي 9 دي اللي هي ده ايه؟ اهي سي 9 دي اوكي، اللي هي الخليه بتاعتي سي 9 ديت، بمجرد ما بقف فيها بيديني ايه؟ البيان بتاعي هنا على طول. والتيبل اري بتاعي اللي هو الجدول بتاعي ده في المنطقه دي اهو، والرو اندكس نمبر انا هتعامل مع ايه؟ مع الايه؟ محتاج اطلع الكوميشن اللي هي العموله يعني الكوميشن. والرينج لوكاب اللي هو التطابق ايه؟ التام اللي هو بايه؟ زيرو، اللي هو في حاله ايه؟ الفولس ماشي؟ زيرو ماشي؟ بيطلع لي العموله. طيب تعالوا يا جماعه نعمل الشغل ده ازاي؟ لو انا هخرج انا دلوقتي اقفل امسح المعادلات دي كده واعمل كليك يمين واروح لحاجه اسمها ايه؟ كلين كونتينز المحتويات بتاعتي ماشي. انا هعمل داله اتش لوكاب، اقف هنا واجيب داله اتش لوكاب من هنا، بول اور سيلكت كاتيجوري كل الدوال بيديني اول اهو. لو انا عملت اللي هي ايه موست ريسنتلي موجوده فيهم اهيت، لو ما لقيتهاش اتك على ايه اول
وابحث ايه لتحت كده لغايه ما ايه اوصل لحرف الاتش والاقي داله ايه اتش لقب هنا اهي. ماشي يا جماعه. اف جي اي بي سي 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 دي اي اف جي اتش لوكاب اهي. ماشي يا جماعه، واضغط على كده واقول اوكي. طيب انا هشتغل على ايه بقى؟ انا واقف هنا في الخليه دي عشان ايه المعادله في الخليه دي، خد بالكم في الخليه اللي هي دي كام؟ دي 9. انا عاوز اشتغل على الخليه دي، الخليه اللي هي سيلز، بمجرد ما احط له المرتب يديني ايه الكوميشن هنا. يبقى اقف فين؟ احدد المنطقه، يبقى اللوك اب فاليو المنطقه اللي انت هتكتب فيها الامر او تكتب فيها الشيء اللي تبحث عنه عشان يديك الايه المقابل له. اهو اقف عليها كده، كتب لي هنا سي 9. طيب التيبل اري، الجدول بتاعي التيبل اري اللي هو الجدول بتاعي ده اهو، الجدول بتاعي حدده كله كده اهو خلاص ماشي. طيب الرو اندكس، انا عاوز ما احط له المرتب يديني العموله، يبقى العموله هنا في الصف الكام؟ اهو بيقول لك ايه رو اندكس نمبر، رقم الصف رو اندكس نمبر، انا هدخل المرتب عشان يديني العموله، يبقى الصف ده رقم كام؟ رقم 2 اهو، اقف هنا رقم 2. طب انا عاوز الرينج لوكاب، عاوزه تطابق تام ولا تطابق تقريبي؟ التطابق التام بحط له زيرو اهو، اكتب لي فولس او فولس ماشي، وبيقول لي العموله بتاعتي 9% اهو اهو، يبقى كده حطيت له مرتب هنا 9%. طب انا لو غيرت كتبت له ايه 1700 هنا، كتبت له هنا 1700 كده اهو 1700، اداني العموله كام؟ 5%. طب لو انا كتبت له 5500 اهو، 5500 اداني العموله كام؟ اللي هي 13%. طب لو كتبت رقم مش موجود هنا، انا بقول له تطابق تام، تطابق تام يعني بالظبط، كتبت رقم مش موجود هنا، كتبت مثلا 2000 كده، هيديني ان ايه؟ يقول لي لا مش موجود الرقم ده، مش موجود، مش موجود خالص، مش عندي. لكن لو كتبت اي بيان هنا هيديني يعني مثلا 3500 كده، كتبت له 3500. طيب اهو عشان احدد بقى اخد ايه تحديد للمعادله دي وانزل هنا كده، لازم اجي هنا على الرينج تيبل ده اللي هو ده اهو، اقف عليه كده خد بالكم، واضغط على ايه اف 4، واضغط على اف 4 من لوحه المفاتيح اهو، اف 4 بيحدده لي عشان يثبته، واقول له اوكي، وانزل هنا اشتغل هنا كده اهو، بدا يطلع لي المعادلات. طب هنا الان اي دي ده رقم مش موجود في ايه في الجدول ده، يعني ال 6000 هنا مفيش هنا عندي 6000، عشان تعرف ان ده التطابق التام. لو انا كتبت له ايه رقم مثلا هنا 3500 اهو، هتلاقي اشتغلت معايا، كتبت له ايه 2500، لكن اي رقم مش موجود هيقول لا، لان ده تطابق تام يعني بالظبط اكزاكتلي بالظبط خلاص. طيب هنا العكس بقى، هنا خد بالك التطابق التام انا بحط له ايه في التطابق التام اهو، بحط ايه زيرو، بحط هنا زيرو، التطابق التقريبي بحط هنا واحد اهو في المعادله دي، التطابق التقريبي بحط واحد. طب تعالوا نمسح كل ده كده ونعمل كليك اهو كلير كونتينز، ونبدا نكتب المعادله بتاعتي. لا سوري يا جماعه تراجع، لا ده انا هقف هنا في المعادله دي اهو، واعمل كلير كونتينز ماشي، ونمسح كل ده برضو اهو، تعالوا نمسح كل ده كلير كونتينز اهو، هقف تاني اروح لايه اف اكس واختار اتش لوك اب اهو من موست ريسنتلي اهو عشان بس نختصر الوقت، وتاني نفس القصه بالظبط، انا بتكلم على ايه على اللوك اب فاليو اللي هبدا احط الايه الخليه اللي انا هشتغل منها بحيث ادخل بياني عشان ايه يديني مقابله بيان تاني اهو. يبقى انا حددت اللي هنا اف ايه 9، التيبل اري اهو الجدول بتاعي كله حدده، ادي الجدول بتاعي خلاص. الرو اندكس نمبر انا هشتغل عليه، انا هحط المرتب عشان يديني ايه الكوميشن، احط المرتب عشان يديني ايه الكوميشن، لو انا حطيت له هنا اهو يبقى ده رقم كام؟ الصف رقم كام؟ الصف رقم كام؟ 2. الرينج لوك اب
هنا خليها واحد اللي هو ايه ترو، اللي هو تطابق تقريبي، تطابق تقريبي، واقول له اوكي. اهي طبعا هنا عشان ما حطيتش حاجه، لو انا كتبت مثلا هنا 2500 هيديها لي. طيب لو انا كتبت بقى تطابق تقريبي 2500، كتبت 2495 مثلا، 2495 اداني كام؟ 5%. ال 5% دي كانت قريبه لكام؟ لل 2495، اهي اداني 5%. ماشي. طب لو انا كتبت مثلا رقم 4000، اداني كام؟ 9%، قريبه للرقم تقريبا، قريبه للرقم ده. لو انا كتبت مثلا 2500 هيديني دي، حطيت اي رقم تاني 12400 مثلا، طبعا مفيش تقريبي هنا بقى. طبعا هنا ثواني عشان نكرر المعادله دي تاني، نقف هنا ونحدد الرينج جدول اهو، الرينج تيبل، واقول له ايه اف 4 زي ما احنا قلنا اف 4، واضغط انتر وانزل هنا عشان يشتغل معايا على كل الجدول. اداني ايه 13%، اكبر من تقريبي يعني 105500، اكبر من 13%. لكن لو انا حطيتها 4700 هيبقى التقريبي بتاعي كام؟ ال 11%، 11%. حطيتها 3900 لا تراجع عشان المعادلة دي، هي هنا 3900 هنا اداني كام؟ 9% تقريبا. طبعا هنا بقى بيشتغل اكزاكتلي بالظبط، بيشتغل هنا اكزاكتلي بالظبط. هنا الايه ال 11000 قال لي لا مفيش حاجة اسمها تقريبي، لازم ادخل له الرقم بالظبط هنا. تخيل بقى انت مثلا ايه اشتغلت على دي، كتبت مثلا هنا كوميشن، غيرنا كلمة كوميشن دي والمرتب، وكتبنا مثلا اسم العميل هنا، نكتب هنا مثلا سيلز، وكتبنا مثلا اسم العميل هنا، نكتب اسم العميل كده نيم، اسم العميل هنا اللي هو ايه 1700، اسم العميل هنا مثلا ايه نقول اي ايه بيان كده، اسم العميل هنا نقول مثلا احمد، اهو علي، سارة، كريم، نجوى. ماشي. يبقى هنا انا بدخل المرتب يديني ايه الاسم، بدخل المرتب يديني اسم. لو تخيلت انا كتبت هنا مثلا 2500 اداني مين؟ علي. دخلت هنا مثلا 3500 اداني مين؟ سارة. كتبت هنا 5500 اداني مين هنا؟ نجوى. لكن دخلت له اي رقم تاني هيقول لي لا مش موجود عندي. خلاص نفس القصه بتاعت هنا اهي، مش اهي التقريبي. التقريبي هنا بقى تخيلوا هنا بقى ايه، انا دلوقتي كتبت هنا اهوت 2500 اداني علي، 3900 اداني كام مين؟ 3900 اداني صار القريب برضه التقريبي اهو، لان انا حاطط هنا ايه واحد، حاطط واحد. يبقى الشغل بتاعك الصح بقى في المعادله دي، الشغل بتاعك الصح بتاعك في المعادله دي ان انت تشتغل التطابق التام زيرو عشان تطلع بيان صح. ماشي يا جماعه، عشان تطلع بيان صح. خلاص يبقى هنا ايه المعادله زي ما احنا الامكانيه بتاع المعادله او طريقه التعامل، احنا بنتعامل مع ايه الايه الرو، الرو اهي اللوك اب فاليو، اللوك اب فاليو القيمه اللي انا هشتغل عليها هنا، وبعدين اللي هو ايه التيبل اري الجدول، الرو اندكس نمبر الرقم اللي انا هشتغل عليه، احط هنا الاسم كذا. ماشي. اللي هو الرينج لوك اب عاوز احط مثلا ايه الرينج لوك اب اللي هو زيرو، التطابق التام بتاعي زيرو او تطابق تقريبي واحد.
الصح بقى ان انت تحط زيرو على طول، من الصح ان انت تحط زيرو عشان تطلع لك نتيجة مطابقة بالظبط. لو عملت تراجع كده اهو، كل الشغل بتاعي ده اهو تراجع، طلعت المعادلات اهي رجعت تاني نفس القصة، حطيت اي ارقام هنا هيطلع لي اي نتائج، بيطلع لي النتائج على طول التطابق التقريبي. لو حطيت اي رقم ده مش قريب، مفيش 1000 هنا قريب، تقريبي هنا 1000 هنا مش قريب لان 1700، لكن لو كتبت 1500 برضو مش تقريبي، كتبت هنا مثلا 1650 مش تقريبي، كتبت هنا 1700 ده 5%. خلاص ماشي يا جماعه، يبقى الصح ان انا اشتغل على الايه التطابق التام، التطابق ايه التام الزيرو، صح ان انا اشتغل على التطابق التام. وكده يا جماعه يعني يكون شرحنا داله اتش لوكاب وفهمنا طريقه التعامل بتاعها، ازاي ابحث في الصفوف بمقابل كذا. طبعا الشغل ده يا جماعه ده احنا بنضرب امثله، انت ممكن تطوعه على حسب شغلك. لو تخيل انت مثلا بتشتغل في مخزن، بتشتغل في مندوب عملاء، وعندك عملاء مواقع اماكن، بتبدا تطوع شغلك على انت فهمت طريقه المعادله بتشتغل ازاي، تبدا حسب جدولك وحسب شغلك تطلع نتيجتك بقى. لو انت عندك مثلا نتيجه امتحانات بتاع الطلبه، وانا عاوز بالاسم اطلع النتيجه، او عاوز برقم الجلوس اطلع النتيجه، يبقى ممكن لو انا عامل جدول افقي يبقى هستخدم داله اتش لوكاب، لو انا عامل جدول راسي هستخدم داله في لوكاب. خلاص، واحنا شرحنا داله في لوكاب قبل كده، وعرفنا التطابق التام والتطابق التقريبي. انا عشان اطلع النتيجه اكزاكتلي بالظبط يبقى احط زيرو، زيرو اللي هو او فولس، التقريبي اللي هو ترو، ده مش هيديني نتائج بالظبط. خلاص يا جماعه، وبكده يكون انتهينا من شرح داله اتش لوكاب، والى اللقاء في فيديو اخر. ومش هنسى في نهاية الفيديو ان برضو اذكركم باللي ما سجلش في القناة وبيشوف الفيديو لأول مرة، ياريت يعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، يضغط على سبسكرايب اسفل الفيديو ويفعل الجرس، يضغط عليه على الجرس عشان ايه يديله اشعار، يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديدة. لان ممكن تعمل سبسكرايب وتبقى مشترك في القناة، لكن لما نيجي ننشر اي فيديو جديد مش هيجيلك اشعارات، لازم تضغط على الجرس عشان ايه يجي لك اشعار بان احنا نزلنا فيديو جديد. وقناتنا برضو مش هذكركم ان بقول ان قناتنا كنوز من المعرفه، قناه منوعه فيها اكسل وفيها باوربوينت وفيها اوتوكاد، فيها شغل كتير جدا، يا ريت تخشوا على القناه وتشوفوها، قناه هتعجبكم قوي قوي قوي. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، واتمنى ان انتم تضغطوا على لايك، لان لايك بيساعد على نشر الفيديو يا جماعه، وتشير الفيديو للآخرين، لأن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. في فيديو قادم، أتمنى إذا كان الفيديو عجبك والشرح فعلا استفدت منه، يا ريت تعمل لايك، لأن اللايك دي بتفيدنا جدا في نشر الفيديو، ودعمنا بكومنت أو وتشترك في القناة، تضغط على سبسكرايب أو اشتراك، وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.